السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شوية جوجل بتنزل جديد في الذكاء الاصطناعي، جيميناي بتدخله في كل حاجة دلوقتي. فجابولنا رسالة دلوقتي هنشوف ايه القصة. تمام، بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوصف اللي انت عايزه واحنا هنبدأ نعمله لك كفيديو. يعني بدل ما تبدأ تعمل ملف دوكومنتس وبتاع، لا احنا ممكن نعمل لك فيديو لأي حاجة انت عايزها. طيب خلينا نقول له ايه مثلا ونشوف هو هيعملها ازاي. عربك مثلا نايت، ونقول له نيكست نفهم عايز ايه. تمام، ممكن تكتب ات وتدي له كتاب عندك على جوجل درايف ويبدأ ان هو يتعامل معاه. فبيقول لي هيبقى فيه انترودكشن ومين هو وايه اللي هيحصل وكل الحاجات دي. طيب نيكست. طيب انت عايزه بأنهي شكل؟ تمام كده بيعمل لك فيديو، يعني كأنك دخلت على الباوربوينت وعملت كل حاجه وبعد كده قلت له حول لي الحاجات دي الفيديو، فهو هيبدأ يعملها لك بالشكل دوت. تمام، طيب دي طبعا حاجة خرافية، حاجة ممتازة، حاجة توفر لك وقت كتير جدا. تعالى نشوف عمل دقيقتين. فيعني لو قلت لك شوف الجهد اللي انت تعمل بيه حاجه زي كده اكيد هياخد منك وقت كتير. دلوقتي بس انت هتراجع وتتاكد، ولو في حاجه محتاج اي تعديل تقدر ان انت تعملها. طبعا لو انت عايز تسجل بالصوت ممكن تقول له AI voice over، ممكن تسجل زي ما انت عايز، تقدر تعمل بلاي، تقدر تعمل شير، كل الحاجات دي بقت سهلة جدا ان انت تستخدمها. تقدر تعمل داونلود للملف وترفعه في اي مكان تاني. حاجة قوية جدا، يعني حاجة رائعة، اضافة كبيرة جدا للدوكومنتس او جوجل درايف، نقلة كبيرة جدا. يعني تاني يوم هتلاقي الاوفيس عملتها، يعني هما الاتنين بيتنافسوا اي تكنولوجيا جديدة بيطبقوها عندهم على طول ان شاء الله. فأتمنى تجربوها وتقولنا ايه رأيكم.